السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. في هذا الدرس بحول الله سنتعلم كيفية نمذجة كرة قدم مع بعض التكشر المتسخ والخدوش، وسنتعلم أيضا كيفية إنشاء العشب في بلندر. فلنبدأ بسم الله. أفتح بلندر ومباشرة أقوم بحذف هذا المكعب من اختصار X وأضغط Delete. أذهب إلى زر Add، ومن خلال Mesh أقوم بإضافة Ecosphere. تظهر لنا هذه القائمة في الأسفل، فأضع قيمة Subdivision عند 1 وأضغط هنا وتختفي هذه القائمة. نعمل زوم للشكل. نذهب إلى Edit Mode ونضغط الاختصار Control Shift B وأسحب الماوس بهذه الطريقة، فتصبح تلك الرؤوس عبارة عن خماسي أضلاع. تظهر لنا أيضا هذه القائمة الخاصة بالبابل. فهذه الأوفست تتحكم بحجم البابل، وهذه بالسيجمنت، وهذه بالبروفايل. فنخلي السيجمنت عند 1 والأوفست عند 0.35، وأضغط هنا وتختفي هذه القائمة. أخرج من الإيديت مود من خلال الزر تاب، وأحدد هذه الكرة وأضغط Shift D لنسخها واستخراج نفس الأوبجكت منها، وأضغط H لإخفاء هذه الكرة وسنستعملها لاحقا. أذهب إلى أيقونة الماتيريال وأضغط New، أحدد الجسم، أضغط New، فنقوم بإنشاء هذه الخامة البيضاء. أضغط بلس وأقوم بإنشاء خامة للون الأسود بهذه الطريقة، ثم أدخل إلى الإيديت مود مجددا، ومن خلال أداة تحديد المساحة أحدد هذا الوجه ذو الخمس أضلاع، وأذهب إلى Select Similar واختار Polygon Side. فهذه الطريقة تسمح بتحديد نفس الوجوه التي لها نفس عدد الأضلاع. فأضغط إلى هنا إلى الماتيريال الأسود وأضغط Assign، فأنا بذلك قمت بإعطاء هذا اللون الأسود أو هذه الخامة السوداء لهذه الوجوه التي قمت بتحديدها. فلتأكد من ذلك نضغط على أيقونة الماتيريال، فنلاحظ أن الكرة أصبحت بلونين، لون أبيض في الأشكال السداسية واللون الأسود في الأشكال الخماسية. الآن أريد أن أجعل كل جسم منفصل، أو كل وجه من هذه الوجوه منفصل على حدة. فالوجوه الآن هي متصلة ببعضها البعض كما تشاهدون الآن. فلجعلها منفصلة أضغط A وأضغط Alt E واختار Extrude Individual Faces بهذه الطريقة. أضغط كليك وأذهب هنا وأختار أو أجعل هذه القيمة عند 0 بهذه الطريقة. الآن أعود إلى هنا وأضغط Ctrl I لعكس Selection، وأضغط X وأختار Faces. الآن أنا قمت بحذف تلك الوجوه التي أنشأناها. فالآن إذا ضغطت على وجه وحركته بهذه الطريقة فهو منفصل عن بقية الوجوه. الآن أنا قمت بفصل أو جعل كل جسم منفصل على حدة. أخرج من الإيديت مود من خلال الزر تاب، وأذهب إلى أيقونة الموديفايرز وأقوم بإضافة Subdivision Surface Modifier. فتشاهدون الآن الأشكال أصبحت منفصلة كثيرا عن بعضها، وأصبحت كلما زدت في قيمة Subdivision تصبح عبارة عن دوائر، وهذا ما لا نريده، بل سأجعل هذه الخاصية هنا أو أختار Simple من هنا. فإذا تحولنا إلى Wireframe View تشاهدون أنه قمنا بإنشاء Subdivision لكن حافظنا على الشكل. فهذا هو الفرق بين هذه وهذه. هذه تجعل تنشئ Subdivision لكن تقوم بتنعيم أو بصقل وجعل الأشكال منحنية، بينما هذه تنشئ Subdivision، تنشئ التقسيمات لكن لا تجعل الشكل منحني. فأضغط Apply لتأكيد ما قمت بعمله، وأدخل مجددا إلى الإيديت مود. فالآن
لو تحولنا إلى السوليد فيو، فهذه الكرة هنا هي ليست كروية تماما أو ليست منحنية، بل هي عبارة عن شكل أو أضلاع شكل هندسي. فلجعلها كروية تماما أضغط A لتحديد جميع النقاط، وأضغط Ctrl Shift S، عفوا Alt Shift S، وأسحب الماوس بهذه الطريقة فتصبح كروية تماما. أو تأكدوا أن الفاكتور الذي يتحكم في مدى انحناء وكروية الجسم هو عند 1 بهذه الطريقة. الآن أخرج من الإيديت مود، أعود إلى الأوبجكت مود، وأذهب هنا إلى قائمة الموديفاير مجددا، وأقوم بإضافة سوليديفاي، وكليك يمين هنا على الجسم وأختار سموث شيدين. فالشاهدون الآن أصبحت لدينا هذا الشكل الذي يشبه شكل كرة القدم. الآن سأقوم بإضافة Subdivision Surface Modifier، وأعود إلى Solidify Modifier وأجعل قيمة Thickness عند 0.1. فتشاهدون الآن أصبحت لدينا هذه الكرة الجميلة. أيضا إذا شاهدناها من خلال أيقونة الماتيريال نشاهد أن الكرة لها شكل كرة القدم. الآن أقوم بإظهار تلك الكرة التي قمت بإخفائها في البداية. أعود إلى Solid View من هنا. الآن سأعزلها وأعمل عليها على حدة من خلال الزر Slash من الكيبورد. كما قلنا هو هذا الزر يقوم بعزل Objects عن بقية المشهد للتركيز عليه والعمل عليه. فأدخل إلى Edit Mode، أقوم بتحديد جميع المساحات A، تأكدوا أنه هنا تستعملون نوع تحديد المساحة، وأضغط X واختار Faces Only Faces. فالآن أنا قمت بحذف جميع المساحات وأبقيت فقط على هذه الأضلع أو هذه الخطوط. أقوم بتحديد نوع تحديد النقطة وأضغط A لتحديدهم جميعا، وكليك يمين واختار Subdivide، فتظهر لنا أيضا هذه القائمة، فنجعل قيمة Subdivision عند 9 مثلا. والآن أتحول إلى نوع تحديد الضلع بهذه الطريقة، وأذهب إلى Select وأختار Checker Deselect. فهذه الطريقة تسمح بتحديد عنصر وتترك عنصر. فإذا كما تشاهدون الآن قمنا بتحديد خط ونترك خط، خط ونترك خط. والآن سأقوم بحذف هذه الخطوط X وأختار Edges، فأصبح لدينا هذه الخطوط أو هذه التي تشبه شكل الخياطة، لكن ليس بعد. الآن أقوم بتحديد جميع النقاط، وكما عملنا في الكرة الأولى سأقوم بتحويلها إلى شكل كروي تماما من اختصار Alt Shift S بتحويلها بهذا الشكل. الآن هي كروية تماما، وكما يدل ذلك هذه قيمة الفاكتور هنا. أخرج من الإيديت مود وأذهب إلى Object وأقوم بتحويل هذه Object Convert to Curve. قمت بتحويل هذا الأوبجكت إلى كيرف، فتظهر لنا هذه الأيقونة أيقونة الكيرف، وأقوم بإضافة كيرف سيركل من خلال Shift A من هذه القائمة وأضيف سيركل. الآن أحدد هذا الأوبجكت، أذهب إلى كيرف جيومتري، ومن هنا من هذه الأداة أقوم بتحديد هذه السيركل. فتشاهدون أصبح لدينا هذا الشكل العشوائي. أقوم بتحديد السيركل وتصغيرها فيصغر حجم تلك الدوائر بهذه الطريقة. الآن سأقوم بتخفيض حجم أو تخفيض حجم هذه الأسطوانات أو هذه الدوائر. كيف ذلك؟ من خلال هذه الإعدادات هنا من هذه القيمة، قيمة الأند بهذه الطريقة. الآن أنا قمت بتخفيض قيمتها وأصبحت عبارة عن حلقات. أذهب إلى الموديفاير وأقوم بإضافة Solidify Modifier بهذه الطريقة، وأقوم أيضا بإضافة Subdivision Surface Modifier وتصبح بهذا الشكل. كليك يمين ونقوم بتنعيمها من خلال Shade Smooth بهذه الطريقة. الآن
أضغط على سلاش لإعادة الكرة التي اختفت، والآن أحدد هذه الدوائر التي تعبر عن الخياطة وشكل الكرة، شيفت وأضغط على الكرة، أذهب إلى Object Transform وأذهب إلى Align Objects. فالآن أنا أريد أن أجعلهما تماما في نفس الموضع، أي متراكبان فوق بعضهما. أضغط على X فيصبحان على المحور X متراصفان على المحور X، وShift وأضغط على Y وShift وأضغط على Z بهذه الطريقة. الآن سأقوم بتصغير حجم هذا الشكل حتى تصبح هذه الأشكال في موضعها الأصلي وتعطينا شكل الخياطة بهذه الطريقة. أقوم بتصغيرها أكثر، عفوا، بهذه الطريقة. الآن هي تشبه شكل الخياطة وتتموضع تماما بين هذه الوجوه السداسية والخماسية، ونكون بهذا قد أنهينا نمذجة الكرة. فالآن الكرة تبدو جميلة مع بعض الخياطة بين هذه الأوجه. نكون بهذا قد أنهينا هذا الجزء الأول من هذا الدرس. ألقاكم في الجزء الثاني الذي سنقوم من خلاله بإنشاء العشب تحت الكرة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.